هلا ويا مرحبا، ورجعت وياكم فقرة جديدة مليانة أناقة ومودرن وآخر صيحات الموضة. لكن فقرتي ما تكمل إلا ويا الفاشن ديزاينر حسام. أهلا وسهلا. هلا جيدة، شلونك؟ شخبارك؟ اليوم أنا كلش متحمسة، طبعا أطلالة الفاشن ديزاينر حسام لابسنا الهاي ويست. اليوم راح نتطرق ولأول مرة فقراتي أنا مثل ما تعودت وياي فقراتي تخص الملابس وآخر صيحات الموضة، تمام؟ اليوم راح نتطرق شوية للشباب لأنه راح نتكلم على الهاي ويست. عندنا البناطيل الهاي ويست مو فقط للبنات، للشباب كذلك. حدثنا اكثر عن الهاي ويست، او ما المفهوم بالهاي ويست؟ كثير من المشاهدين ما يعرفون شنو ديلان يعني هاي ويست. اوكي، شوفي الهاي ويست دائما يلبسوه اللي يكون جسمهم متناسق. نعم. اوكي، طبعا ما يفيد اللي عندهم مثلا بطن عاليه لانه هو ما راح يطير، بالتالي راح يرتب، هو يرتب الجسم. السرج يكون عالي. أوكي. المقصود بالهاي ويست السرج يكون عندنا بالضبط، يصير ضعف السرج اللو ويست والنورمال ويست. نعم. اوكي، ف يعني بما انه احنا متعودين باللبس مالتنا بالبناطير القماش والجينز متعودين على النورمال ويست، البنطلون العادي، فديزاين هو هذا ستايل انجليزي. صحيح. ومثل ما قلت لك يعني عندنا خمسينيات القرن الماضي جاء صار فتره من الفترات ترند، بعدين توقف الموديل مالته لان دخل علينا الستايل الايطالي. واللي يميزهن يعني بالاطلالات الجميله. نرجع. نعم. للموديل مالتنا النسائي. نعم، نتكلم اليوم عن اول قطعه على البنطال الهاي ويست المقصود به السرج العالي درج بالاونه الاخيره. بنات، المقصود من الهاي ويست يعطينا قوام جسم مرشوق، يعطي طول بالاخص الاصحاب القامه القصيره، يعطيهم طول. والديزاين مالته الحلو به انه راح يخليك اكو تناسق باللبسه بنفس الوقت ديزاين جسمك. نعم. ايش قد مهما يكون عندك ديزاينج انه مثلا البنيه القصيره دائما تقول لا ما البس هيك ما البس هيك، يعني الهاي ويست اخاف يقصرني واخاف يطلعني. بالتاكيد هي قصه اي بنطال او قصه اي اوتفيت اللبسه راح يعطينا شيب للجسم. بالضبط. فاحنا نخاف اللبسه. شوفي مثل حتى ما يبين الجسم تشوفين اكثر. مثل ما تشوفين عندك انت هنا هسه حاليا هو الويست مالته هذا السرج. نعم. النورمال منطيه يعني طول مضاعف حتى على المود يبين جسم البنيه مرشوق. إيه؟ وديزاينها متناسق. ومثل ما تعرفين هذه الديزاينات مترهم عليها التوب الفوق انه الطويل. نعم. ممكن شنو؟ لازم نعتمد عليه ديزاينات القمصان التوب مثل ما تشوفين تكون قصيره كذلك. قصيره بالضبط عاشيج تقدر تسوي. واذا كان طويل عادي نقدر نسوي شده. شده عاشيج يطلع كلش شيك. المهم هو لازم يكون الديزاين مالته متناسق كلش ويا الهاي ويست مال. طيب استاذ حسام، اول مره فقرتي انه احنا حنتطرق للشباب، اليوم لهم حصه الشباب. تمام. طبعا في يعني احنا الهاي ويست ما اقتصر فقط على النساء. اكيد مثل ما تعرفين الهاي ويست مو بس بالبنطلون الكتان والقماش بالرجالي. نعم. حتى موجود بالبوي فريند عند الشباب. عند الشباب موجود. حلو. بالبوي فريند الفصالات مال ماسيمو دوتي مثل ما تشوفين هسه اليوم اطلالتك انت دبل بانس. تمام. يصير ديزاين جيب مال تنجليزي. ليش على طول الهاي ويست ما يلبس يا حزام؟ شوفي ينهو لان عالي كلش. شوفي هو يعني مو لائق، ممكن نخلي هنا حزام. اكو ديزاين مالته الحزام. نعم. الرفيع يلبس وياه حتى لا يضيع لك ستايل. بالضبط، حتى لا يضيع لك ستايل الويست. مثل ما تعرفين هو ويست عالي يقسم الجسم. بالضبط. المنظر للمتلقي تخيلي قاسم الجسم وخلي حزام راح يقسم الجسم الى اثنين. بالضبط. بينما انت من تلبسين وياه مثلا تقدرين بس للجماليه اكسسواريز او حزام رفيع اكو عند الشباب. نعم. تمام، راح يعطيك مظهر انيق اكثر. هذا اذا كان الديزاين ما تلبسيه ويا مثلا رسمي نقدر نعتبره هاي ويست رسمي. طبعا. بس مثل ملابس اني هذا السمارت وير يسمى. حلو. اللي هو لا كاجوال ولا رسمي كلش. والهاي ويست درج فقط مو بالبناطيل والتنانير. التنانير عند النساء تنانير بينسل الميدي البينسل على طول تجي على هاي ويست يطلع يجنن كلش حلو. صحيح جت فتره من الفترات صارت ترند قوي عندنا وباطلالات مميزه حتى بالبليسيه. رجع عندنا البليسي الهاي ويست انه تكون تصعد اللي فوق تلبس عليه توب يصير شلون البرنسس ستايل. حتى البنت صاحبه الجسم الممتلئ مشاهدينا تقدر تعتمد الهاي ويست راح يعطيها خصر. راح يرسم لنا الخصر لانه قصه السرج العالي ترسم الخصر وتحدده بشكل جدا انيق. شوفي بس اكو فت بوينت احنا عندنا الاطلاله الاولى انه شنو جينز كيلوت هاي ويست. جينز كيلوت. شوفي
احنا نحكي وين عن موضوع الازرار، ازرار او السحابه. الازرار او السحاب، شوفي نعم. البنيه الممتلئه تكون من منطقه البطن، نعم، عندها فقط شحوم، لازم ما تعتمد هذا راح يكون يعني يتنق، يطلع الدبنه يكون منظر ملائم، منظر ملائم، بينما من تعتمد السحاب راح يطلع انيق ومرشوق وراح يضيع عندها. يعني اي بنت تتراكم عندها الشحوم في منطقه البطن تبتعد عن موضوع الازرار او بالاحرى الدقم، عندنا السحاب. خلينا نتكلم عن هاي القطعه لليوم اللي هو هاي ويست قماش. شوفي جاي عندنا هاي ويست القماش عندنا باكثر من فصال. اكو واي راح يسالوك مثلا شنو الفرق بين الكويك فورما او السمارت وير، وشنو الفرق بين الرسمي. احنا نقدر كل زين راح نشوف الفرق بيناتهم. نعم. هذا مثل ما تشوفين هاي ويست، هذا احسه اناقه وشيك هذا شيك اكثر، رسمي كلش. عندك هذا الديزاين مالته، نعم، يكون بلاستيك مثل ما تشوفين. اوكي، يعني كوك فورما، سبورت وير، سبورت شيك. اوكي، طلعات اليوميه تكون كلش مريح. اذا تكون مثلا سيده اعمال وتريد تعتمد اوتفيت مالتها على ديزاين رسمي، هذا راح يكون كلش حلو. عندنا هذا الهاي ويست. الهاي ويست يعني نرجع ونكرر مشاهدينا اللي هو السرج العالي. السرج اوكي، هسه هذا الويست النورمال بالضبط، هذا السرج النورمال، بعدين هذا الاضافه مالته يكون هاي ويست. اوكي، ونقدر نعتمد وياها الزي الرسمي. لا تتقيد ستره يعني بالضبط، هسه انا دار اقول لك سبقتيني. شوف، لا تتقيد البنيه انه بالديزاين الهاي ويست القماش. نعم. مثل ما تعرفين احنا نقدر نتطرق لهوايه ستايلات باوتفيت واحد. صحيح. اوكي، تقدر تلبسه على قميص وستره او كات وستره. صح. تكون ستره حتى لو ديزاينها قصير وتعوفها مفتوحه يطلع حلوه، تشاكيتها يطلع حلو. تقدر تسوي على ديزاين كلش سبورت شيك، كاتو قميص الشده يطلع حلو. والهاي ويست قبل اذا تذكر طرحات هوايه، طرحات ودحكي على الكرهات ودحكي على هذا كوبي بيست من اني لابسه، يصير دبل بنس. تمام، دبل بنس. هاي بنسات تشطي للجسم او بالاحرى منطقه الورك. شوفي هذا دائما مثل ما تشوفين هسه اني مثلا لابس دبل بنس. نعم. دائما احنا ندور الشيء اللي يطلع الاناقه وبنفس الوقت الرشاقة مع الجسم، رشاقة الجسم تطلعها، الدبل بانس تخسره للجسم ترتبه كلش حلو. نذكر مشاهدينا انه احنا ممكن يكون جسمنا مو متناسق، يعني خلقة رب العالمين هيك. أكيد احنا نقدر بدون عمليات نحت، بدون رياضة، اكيد لازم تعتمدون الرياضة حتى يطلع اللبس حلو. طبعا زين، احنا نشجعكم على هذا لازم الموضوع. هو الرياضة مهمة، الرياضة مهمة اطلالتنا، ما ممكن انه والاهتمام القطعة تكون غالية وتكون حلوة. صح، بس جسمنا يكون مو حلو. نرتب جسمنا، شيء متعلق بشيء، نرتب جسمنا يعني. واذا ما صار عندنا وقت كلش وكل هاي الامور ما توفرت، احنا نقدر من خلال اختيارنا للملابس والقطع الصحيحه نرسم جسم مرشوق. لازم اختيار موفق. اكيد طبعا. وشوفي عندنا طرحات هوايه، احنا لا نبتعد عن الهاي ويست. مثل ما تعرفين اكو مثلا الديزاينات الاسبانيول، مثل ما تدرين الديزاين الاسبانيول احنا معتمدين عليه هنا دائما بالعراق، هو بس تشارلز ويصير دبمه واحده ولو ويست. صح. اوكي، دائما يمكن تشوفين انت بالبناطير القماش دائما يجي لو ويست وتشارلز وبس. صحيح. احنا مثلا عندنا اطلالات درج هذا هسه بهالسنه 22 اللي هو التشاكات اللي بالتشارلز بالجوانب اماميه او جوانب. عشتيدج. وبنفس الوقت هذا يصير ب يعني بنس كامل، بنس كامل حيعطي طول للجسم، حيعطي طول وقوام رشيق كلش حلو، راح يطلع اناقه البنيه. ايش قد ما تريد تنسق الاوتفيت مالتها راح يطلع عندها شيء كلش مميز. عاشت ايدك ديزاينر حسام، عاشت ايدك. شكرا لك، انا كلش فرحان وياك بوجودي. شكرا. وانت حضورك مميز. شكرا لك. واطلالتك مميزه. اكيد دعم. شكرا لك وشكرا لوكس ستايل، اتيحوا لنا الفرصه نقدم لكم هاي الكميه من الجمال. اذا مشاهدينا وصلنا الى ختام فقرتنا لهذا اليوم، نروح الزميلاتي. بس قبل لا نروح ارجع واذكركم انه كل سيده انت جميله، لكن بعض التفاصيل والرتوش تبرز جمالك اكثر. التقيكم فقرات قادمه، باي.